أين سوريا من مسألة هلأ أنه الصراع مع إيران بالمرحلة المقبلة اللي عم تقولها حضرتك أنه كلمة صراع كبيرة تنافس، لأنه الروسي والإيراني ما في يكون صراع بالمنطقة اليوم، أنه كمان ما فيك تقول صراع اليوم بالمنطقة. في محور اللي عم تقوله حضرتك هلأ، القمة اللي بدها تصير، المؤتمر اللي بده يصير بالمملكة العربية السعودية، وفي محور تاني اللي هو متمثل بإيران وحلفاء إيران. اليوم سوريا وين؟ اليوم سوريا كانت بالإمارات، يلي عندها دور لقدام، يلي عندك دوري بموضوع سوريا، إعادة ترتيب الوضعية تبعها، ويلي بتاخد وقت. بس كمان مثل ما شفتي، مثل ما نحن عايشين على النار الاقتصادية، السوريين كمان عايشين على النار الاقتصادية. لكن حتى ولو رحنا نحن لقدام على إعادة ترتيب موضوع، في عندك مسائل كبرى. نسحين السوريين في لبنان، طالما عم تحكي الموضوع السوري والترابط بيناته، نازحين السوريين بلبنان لهلا بيقولوا مش لازم يرجعوا. نعم. ليش مش لازم يرجعوا؟ بيعطوا تبريرات يلي مش صحيحة، لأنه النازحين يلي موجودين بلبنان من ضمنهم في 60-70 ألف عسكري، هيك هودي للتواصل مع حزب الله، هودي موجودين بمحلات معينة، هودي عاملين تدريب، ولتقريبا يعني عسكر بالخدمة، تقريبا عسكر بالخدمة قصدي عاملين خدمة تبعهم، فيك تستعمليهم عذرا التعبير. وبالوقت ذاته كمان الموضوع الفلسطيني، فبالتالي هودي كله سوا، لأنه بدك تروحي ترتبي الصورة ضمن التوازنات مع حزب الله لقدام. فبالتالي أنا اللي عم بقوله صحيح، نحن عم نحكي عن مرحلة لقدام إعادة ترتيب الوضع، بس هيدا مسار طويل وشاق. نعم. وأصلاً لأوصل له يعني نهاية النفق يلي نحن بنعرفه بالمعنى الملموس المباشر كمان سيكون شاق، وقد يتطلب حرارة أعلى مشان تروحي على انضاج التسوية لها. بس المهم بداية السير بهذا الموضوع هو بيعطيك يعني مؤشرات إيجابية أو مرينة لقدام. نعم. طيب هلأ بختام الحلقة كتبت يعني جملة من القصص بمقال ولادة شرق الأوسط الجديد، حكينا عنها هلأ بسياق هذه الحلقة، بس دايما بتقول أنه دخلنا بآخر 50 متر من النفق. بعد 50 متر آخر مرحلة. أوكي. بس نعمل 50 متر. أنا أريد آخر مرحلة، ما بعرف إيش بتصير. مين كاتب لك 50 متر؟ في حدا كاتب؟ مهم. طيب اللي هو يعني آخر مرحلة بالمعنى السياسي، أنه آخر مرحلة من النفق، نحن انتقلنا لهون وسنعبر قريبا يعني. بس مش يعني هيني قريبا، ما قلتش انه هيدي اخر مرحله ومفروض نروح على المحل الثاني من بعد. بس مشكلتك برجع بقول لك، اللي بنقزني وفق تجاربي وفق التجارب من المنطقه، مش لانه نحن بس سنعبر على اي قاعده يعني، سنعبر على اي قاعده، سنعبر على اجتياد كبير، شو بتعمل؟ ايه خطا صغير بالحسابات، شو بتعمل؟ بس لما تقول حضرتك سنعبر، سنعبر الى اين؟ الى لبنان التبريد، بدايه التبريد، بدايه التبريد. ايه بس على قاعده شو؟ لبنان ما بقى خط توازن قوى. ايه عم بحكي بالداخل، على قاعده اليوم عوده توازن القوى الى الداخل، على قاعده تطويق دور حزب الله. مش ما بفهم، مش تطويق انا حزب عم بسالك اوضح لي. لكن سيكون طرف اساسي حزب الله في اللبس، ما حدا في غيره. شو بدي بحكي هذا؟ اوكي على الحدود، على الحدود عم تقلي على الحدود، دور السلاح، لما بتروح دور السلاح، دور الصراع، دور المواجهات، انه شو دوره؟ ما هو دوره يعني اللي بده يروح ليعمل شغلتين، تفصل ما بين الدور السياسي لحزب الله والدور العسكري. الدور العسكري ما حدا رح يقول له تعطيني سلاحاتك يعني. طبعا يعني طبعا يعني طبعا بسيط اللي بفكر يعني. مفهوم. بس هو الوضعية الفعلية استخدامه هذا السلاح، انه استخدام هذا الدور العسكري ليس فقط في جنوب لبنان، لكن ايضا في سوريا، وكان ايضا مثل ما كانوا يتهموه باليمن ان كان او ما كان، انه من خلال الخبرات. بالتالي الدور العسكري ان يكون ان يوضع جانبا يعني. وبالمقابل هذا الدور السياسي هو الاخبر، هو الطرف الاقوى في لبنان. وبرجع بقول لك حتى ما يفتكر بعض البسط انه هذا لا يعني ابدا انه تعال قال لك اعطيني سلاحك. نعم. سخيف المفكر. نعم.